هنا على هذه الأرض الطيبة الكثير مما ننفرد به بين الأمم. في ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر قبل أكثر من 2000 عام، المغارة اللي قعدت فيها العائلة المقدسة قعدوا جوه الهيكل ده 6 شهور و5 أيام. الرحلة المباركة، حلقات خاصة في حديث العرب من مصر. وفي كل مكان حطت فيه العائلة رحالها تركت آثارا عجيبة ومباركة ما زالت موجودة حتى اليوم، وتعتبر هذه الأماكن من الكنوز الأثرية النادرة على خريطة السياحة المصرية وقبلة لملايين الزائرين لمصر في كل عام من كل دول العالم. الرحلة المباركة، حلقات خاصة في حديث العرب من مصر على قناة مصر الأولى.